أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، يسعد مساكم. نتواصل نحن وإياكم أعزائنا المشاهدين في البرامج الخاصة، وحددنا هذا البرنامج حيث يكون عن رواتب الموظفين. طبعا رواتب الموظفين، التجزئة، تأخير الراتب، وعدم انتظام الرواتب، وحياة الموظفين، حياة المواطنين كيف تكون بهذا الشكل وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب غلاء المعيشة، فالله يكون بالعون. من أجل ذلك وتسليط الضوء على هذه الأمور وعلى هذا الواقع تحديدا بشأن الموظفين، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ جمال يعقوب، رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين في طول كرم. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساءك. أهلا وسهلا بك، يسعد مساءكم. طبعا وعلى الخط الهاتفي سوف يكون معنا الأستاذ بسام زكرني، رئيس نقابة الموظفين العموميين، ونرحب بكل الاتصالات من قبل الإخوة والأخوات المشاهدين، وأيضا كيف نناقش هذا الموضوع من أجل الخروج من هذه القضية التي تؤرق الجميع كل الشهر. إذا نبدأ من عند الأستاذ جمال يعقوب. يعني الوضع سيء جدا، واقع الحال للموظفين صعب للغاية. إلى متى، دعنا نقول وآسف أن أطرح هذا المصطلح، أن يبقى الموظف بمثابة شحات كل شهر في راتب ولا ما فيش راتب؟ كيف درستم هذا الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجميع الإخوة والزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات جميعا، وإلى المشاهدين أيضا. أقول جوابي لهذا التساؤل الذي طرحته هو تساؤل للجميع. ونحن موظفين وليس عندنا الحل السحري للحل، لو عندنا الحل لما لجأنا للإضراب، وما لجأنا للمطالبات، وما لجأنا إلى الاجتماعات مع الحكومة. هذا الحل يكمن في جانب الحكومة، هي الجهة التنفيذية، هي المسؤولة عن إيجاد الحلول الكفيلة بالعيش الكريم للمواطنين والموظفين. ولا يعني لا يوجد هناك مبرر للحكومة، وإذا كان عندهم مبرر ليش هذا الحكي بيحصل معنا شهريا وبيحصل معنا في كل زمان ومكان، وأصبح الموظف يعيش قبل ما يأخذ راتبه يفكر شو بدي يصير معه في الشهر المقبل. بطل الإنسان يفكر بشيء إلا بلقمة هالعيش، صحيح، اللي هي بالراتب كامل يدوب يقدر يعيش الموظف أسبوعين ثلاث أسابيع بالأكثر في الراتب كامل بنتيجة الظروف الصعبة الراهنة. فيجب على الحكومة أن تكاشف، أن تصارح، أن تظهر، أن تتواصل مع الناس. أنا لا أريد الشفافية بالكلام، لكن أنتم أيضا لكم اتصالات مباشرة ولكم اجتماعات مباشرة مع الحكومة، أليس كذلك؟ فأين أين هي الأمور وطبيعة النقاشات والحوارات التي تكون بينكم كاتحاد المعلمين الفلسطينيين، وما هي الأمور التي تطرح وكيف تعالج؟ في كل مرة الحكومة تتعهد بأن تدفع الرواتب في بداية كل شهر ما أنكم. ليش؟ لأنهم هم برضو بيقولوا إنه إحنا لا نستطيع إذا لم يأتينا المساعدات إن يعني نكون نفي بالتوقيت الأساسي اللي إحنا لازم ندفع فيه، بغض النظر يعني هو 5 أو 6 شهر حسب ما كان متعارف عليه إنه الراتب ينزل بهذا التاريخ. لكن برضو يعني إحنا قلنا لك يعني لا يمكن إن نبرر للحكومة ذلك، يعني أجاهم ما جاهمش، هاي طريقتهم، مش أنا اللي بحصل الحقوق. وأنا بعرف من سنوات خلت وكثيرة إنه رئيس الوزراء كان يوعد الشعب الفلسطيني بالاكتفاء الذاتي في 2012 وعلى حد أقصى في 2013. صحيح. فإذا يعني إحنا بدنا نقول الآن في عنا أزمة اللي هي حجز أموال الضرائب من قبل الإسرائيليين، هذه فاتورة اللي هي قيام الدولة الفلسطينية اللي كلنا انزلنا وأيدنا وتابعنا ودعمنا الرئيس حتى نحصل على ذلك. لكن في عنا قضية مهمة الآن، إنه الحكومة والقيادة والسلطة برئيسها وجب عليهم أن يبحثوا ماذا يترتب على قيام الدولة من الكفاءات الشابة، من الوزارات، من المؤسسات،
من جميع أفراد المجتمع الذين يستطيعون أن يجعلوا ويترجموا قيام الدولة على أرض الواقع. إنه فعلا إنه يعني بدنا نجني الآن نتيجة قيام الدولة، ونحشر ونوضع إسرائيل بالزاوية اللي قاعدة ما زالت بتعاقبنا بأموالنا قرصنة وحرمنة، هذه إنهم يأخذوا أموالنا. نعم، ولكن أليس الملفت للنظر يعني المسألة ليست مربوطة بهذه الفترة، وإنما من فترات سابقة تكاد تكون سنة تقريبا، وحال الموظف يعيش بنفس الوتيرة، يعني لماذا لم يتم النقاش وعلاج ذلك قبل نهاية هذا العام، طول ما أن المسائل شهر وراء شهر تتتالى بهذا الموضوع؟ يا سيدي يعني هي القضية حتى يعني إنه ما فيش فلوس، وإنه بيظلوا هذا الحكي يتكرر في الوقت اللي إحنا أيضا مش ماخذين حقوقنا. نعم. تخيل يعني إنه لو بدهم يعطونا حقوقنا لحد وين بتوصل الأزمة. فأنا مثل ما ذكرت لك يعني أنا مش مطلوب مني، أنا كموظف وكمواطن مش مطلوب مني إني أنا أبحث عن الحلول لما بكون أنا في موقع المسؤولية، وزير مالية ولا أحد الوزراء، مطلوب مني أمام شعبي إني أنا أبحث عن الحلول. نعم. يعني يبحثوا عن الأموال اللي دخلت على السلطة من ما أجت السلطة لحد الآن، وين يعني أنا بدي أظلني أعمل بنية تحتية، وبدي أعمل شوارع، وبدي أعمل كذا وكذا وكذا إلى آخره. أنا بدي أستغني عن الشحدة من الخارج. يعني اللي بشحدك اليوم ما بيضل يشحدك على طول. نعم. فبدي يكون في هناك بدائل، بدي يكون في مؤسسات، بدي يكون في مصانع، بدي يكون في بنية تحتية اللي تشغل أيضا الأيدي العاملة. قديش في عنا بطالة، ويعني حتى اللي على رأس عمله أصبح بطل يكون في عنده أمن وظيفي. هاي يعني من الكبائر ومن المصايب إني أنا أكون موظف حكومي ومش أمين على قوت أولادي. نعم. إذن أستاذ جمال، يعني كانت في السابق المطالب أكثر من ذلك لاتحاد المعلمين، كنا نسمع غلاء المعيشة، كنا نسمع برفع الرواتب، هناك كانت بعض المطالب التي تطالبون بها أنتم باستمرار، ولكن الآن صفت المطالب في نهاية المطاف هو الراتب ونصف الراتب. أنا أقول المطالب لا تنازل عنها ولا عن أي مطلب منها. المطالب وعلى رأسها غلاء المعيشة وتعديل قانون الخدمة المدنية والمواصلات. نعم. وقانون التقاعد. وإلى آخره. يعني لما بقول أنا قانون الخدمة المدنية بكون غطيت كل مطالبنا، وفتح الدرجات المجمدة على المعلمين بالذات. نعم. فإحنا لن نتخلى عن هذه المطالب. وقلتها سابقا وبقولها دائما، إنه يعني صح إذا في هناك أزمة مالية يجب على الحكومة أن تصارح الشعب، لأنه هناك في ما هو الواضح بالنسبة لكم؟ هل فعلا هناك أزمة مالية أم لا؟ أنا حسب ما أرتئي وحسب ما عرفت من متنفذين إن صدقوا القول أن هناك أزمة حقيقية، لكن أنا ما بقدر أقنع الموظف إنه في أزمة، لأنه الجميع يجمع إنه ما فيش أزمة. طيب أين المكاشفة والمصارحة من الحكومة؟ نعم. أن تضع الجماهير الشعب الفلسطيني بالوضع الحالي. نعم. بوضعهم الحقيقي، حتى إن الناس يعني بالضبط، حتى الناس إنها يعني تشاركهم الهم بالتحمل. نعم. وهذا أيضا لا يعفيهم من إيجاد البدائل، لا يعفيهم. وأنا لما قلت لك ما بنتنازلش عن حقوقنا وسقف مطالبنا، بدي الكل يتذكر انه سقف مطالبنا لما احنا وقفنا الفعاليات السابقة. نعم. اخر فعاليات على بداية الفصل الدراسي الثاني، واذا احنا الان على ابواب امتحانات. نعم. وبدناش نضيع الفصل الاول من حرصنا على طلابنا. نعم. على التوجيه، على المعلم، على الوطن، على الدولة، على نحن جزء مثقفين وتحملنا الاعباء الكثيرة في احلك الظروف. عند في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كان المعلم هو الشعلة التي تعاني وتعطي وتحترق من أجل الآخرين. نعم. إذن أستاذ جمال، أين موقفكم من قرار التربية والتعليم بأن يوم الأحد دوام والأربعاء الامتحانات؟ يا سيدي العزيز، هذا القرار مش قرار التربية والتعليم. هو تنسيق ما أعلنت. أيوة، هو تنسيق، هي أعلنت بعدما تفاهمت مع الاتحاد العام للمعلمين. نحن تفاهمنا مع وزارة التربية والتعليم
انه تعرفوا كانت الوزاره بدها تذكر العطله وترحل امتحانات الفصل الاول للفصل الثاني. هذا الحكي احنا ابدينا راينا فيه وقلنا عنه لا يمكن انه هذا الحكي يحصل، لانه هذا ما فيش فيه مصلحه لا لمعلم ولا لطالب ولا لاي جهه. حتى يعني انك تحل طرف على حساب طرف اخر مش موجوده. فهذا الكلام ما فيش فيه مصلحه لاحد. وبالتالي يعني التقينا انه الاحد والاثنين باقينا فقط، والثلاثاء عطله، والاربعاء اتفقنا مع الوزاره عطلة على اعتبار اعياد الميلاد المسيحي. نعم نعم، مش عطله اضراب، لا عطله هو رسمي يعني. ويوم الاربعاء تبدا الامتحانات حتى ننقذ الفصل الدراسي الاول. وزي ما حكيت لك وزي ما حكيت لك انه مقدم علينا الفصل الدراسي الثاني اذا لم تحقق مطالبنا، مش الراتب ينزل. نعم. بس هذا استحقاق. لا لا نريد ان نتاخر على المتصل والمشاهد. الو مساء الخير. يا هلا بيك، الله يسعد. اهلا وسهلا بضيفك الكريم ابو محمد. الله يسعدك، هلا بيك. بدي اقول شغله، بعرفش يعني بالنسبه للاتحاد، يعني امبارح السيد ابو محمد قال انه احنا مستمرين في اضراباتنا وفي فعالياتنا. نعم. بالرغم من انه حتى لو اخذنا نص الراتب. للاسف وصلت درجه مطالبنا، بعرفش الاخ ابو محمد بتحدث بقول لك انه احنا مطالبنا كذا ومطالبنا ومطالبنا، الان احنا اصبحنا بس مطلبنا انه ناخذ اقل من نصف الراتب. بدي اسال بالنسبه للمجلس التشريعي، وين الاموال بتروح تعول المجلس التشريعي اللي الان موجودين من 6-7 سنوات فاضيين؟ بالنسبه للوزراء، بالنسبه لفياض نفسه لما بيقول لك انا بدي اعمل وانا عندي شبابيه وانا وانا. للاسف للاسف كل مسؤولينا الان الضحيه هو المواطن، الضحيه هو الموظف وليس المعلم. القضيه اصبحت بس قضيه المعلم، كل الناس صارت تقول لك المعلم ضد الاطفال وضد التعليم وضد ضد. فانا بدي اقول شغله، وين احنا مطالب المعلمين على الحكومه؟ الحكومه يجب ان تضع حد لهذه الامور والتصرفات اللي بتتصرفها وبتقول لك معيش ومعيش. لما اي زائر بيطلع برا بيدفع له 1000 و2000 دولار و100000 دولار. اما قضيه لما تيجي ل 100 شيكل و200 شيكل للمعلم يضيفوا له اياه بكلهم ما في شيء. فانا بدي اشوف ابو محمد كرئيس اتحاد المعلمين في طول كرم، والاخ محمد صوان في ايضا في كمسؤول اتحاد المعلمين، ليش ما يوقفوا فعلا وقف جادي؟ احنا بيجي بقول لك انه اولادنا اولادنا، طب احنا المعلمين ما لناش اولاد، ما احنا اولادنا في المدارس. فبدي رساله من ابو محمد ومن الاتحاد المعلمين ان يكونوا جادين في مطالب المعلمين، وان لا يضعوا حد لقضيه نصف الراتب. نعم. ويعطيكم العافيه. اشكرك جزيلا، اشكرك جزيلا اخونا اخونا المتصل. نعم. سيد جمال، يعني عوده للملاحظات التي تفضل. الو واحد واحد. الو مساء الخير. الو يا هلا بيك، تفضل شباب. تفضل بكل سرور. انا بدي احكي مع الاخ هون الاستاذ عندك. تفضل. بالنسبه لضغوط التشريع كلها مركبين سيارات، واحنا حاليا الموظفين ولا واحد بقبض منا، واولادنا ما فيش مصروف، الواحد واحد الاولاد يودي اولاده على المدارس. اها. تبع التشريع كله ما هو في انقسام وفي كل شيء، ليش ما يدفع رواتب على هذول الكبار المسائل الكبار بدل ما يركبوا السيارات ويجوخ حساب الشعب؟ احنا هذول اولى في انه نصرف على اولادنا فين؟ ويعطيك العافية. شكرا كثير، شكرا. يعني الاتصالات بدأت تتوالى، يعني من قهر الشعب. نعم. من نعم. قهر الموظف، من معاناة الناس تتحدث بهذا الأسلوب. أنا يعني يعني ينظرون إلى بعض الملاحظات التي تحدثوا فيها من خلال الاتصالات الهاتفية. يعني أصبح المطلب هو الراتب ونصف الراتب، وأصبح أمنية لدى الموظفين. أيضا يتحدث عن المجلس التشريعي ورواتب المجلس التشريعي، ونعرف أن المجلس التشريعي يتقاضى راتب حوالي 12,000 شيكل، بالإشارة أنه الضحية هو الموظف والمعلم ليس ضد الأطفال، بما أن هناك نعم السفريات للخارج آلاف الدولارات. ولكن بماذا تجيب للمتصلين، خاصة تحديدا بالنسبة إلى الأمنية أصبحت نصف الراتب وأقل من نصف الراتب؟ أنا بضم صوتي لصوت زملائي وإخواني. نعم. بتحدثوا وأنا جزء منهم وأعاني كما يعانون، كلنا منعاني. وأنا يعني راتبي راتب مدير مدرسة
وما زلت مدير مدرسي، ومدراء مدارس مثلي ومثلهم مثل المعلمين، يعني مش بفركوش كثير عن بعضهم البعض، 100-150 شكل. انا اللي بدي اقوله من البدايه، انا حملت الحكومه المسؤوليه كامله، مش انا اللي بوظف التشريعي، ولا انا اللي بوظف الوزير، ولا بوظف المدير العام. في هناك اخطاء، في هناك اخطاء قاتله يجب معالجتها. وانا اول ما بديت حديثي قلت يجب على الحكومه ان تصارح وتكاشف الشعب والموظفين، وتضع حد لكل الملاحظات اللي هم بيحكوا فيها من منصرفات. انا ما بعرفش يعني اليوم تبادر لمعلوماتي عن احد، بعرفش مدى صدق الكلام، انه احد الوزراء ما طلعش سيارته قال معوش احط لها يعني بترول، يعني ما بعرفش هي شو هذا الكلام مدى صحته. لكن انا بقول انا كمعلم ومطالبي للمعلمين، احنا سقفها بدايه اول يوم في بدايه الفصل الدراسي الثاني. ومعنى المجال كامل، وأقول من على شاشة الفجر الجديد، وأتحمل كلامي أن أقف مدافعا ومستميتا، لأن لا تفتح المدارس إذا بقيت مطالبنا غير منصفة غير مستجابة، لأنه هذا اتفاقنا مع الحكومة. أما بالنسبة للراتب فأقول للراتب هذا استحقاق، ما بدناش نجيب سيرته، يجب على الحكومة دفعه رغم أنفها بكل الظروف في موعده، لانه هذا استحقاق مش مطلب إنه، ولا بدنا نضرب مشانه. احنا اضرابنا اذا بده يكون راح يكون بدنا ننقذ الفصل الدراسي الاول ونبدا بفصل دراسي ثاني بعدم فتح المدارس اذا لم تحقق مطالبنا. هاي بقولها على الاشهاد، وانا هذا موقفي. نعم، كان هناك من المفروض ان يكون مطلع الاسبوع القادم ايضا اضراب واحتجاج، ولكن تاجل ذلك من اجل مصلحه الطلاب والطلبه والرجوع ايضا الى المدارس والامتحانات. ردود فعل الموظفين بشكل عام كيف كانت وكيف استقبلوا ذلك؟ اسمح لنا فاصل وثم نواصل، وكونوا معنا وتابعونا مشاهدينا الاعزاء. لعدم وجود دلائل تلوح بالأفق تؤشر إلى إمكانية دفع الرواتب للموظفين الحكوميين في الأيام القليلة المقبلة، تم إعلان الإضراب بعد أكثر من شهر ونصف في المؤسسات والهيئات الحكومية، إذ شمل الإضراب على تعليق الدوام الدراسي في كافة المدارس كخطوة تضامنية مع المعلم الفلسطيني، مطالبة الحكومة بضرورة تحرك لصرف الراتب. طلبة المدارس يؤيدون مسيرة الإضراب ويؤكدون أن المعلم له حق العيش الكريم كبقية المواطنين. أنا بأيد هذا الإضراب عشان نفس ما إحنا بدنا نتعلم، المعلمين بدهم ياخذوا رواتبهم عشان يمشوا حياتهم اليومية، يجيبوا للبيت لأطفالهم لأشياء. عشان الرواتب عشان ينزلن، عشان المعلمين ما حمش مصاري يدفعوا حق الأجرة عشان يجوا على المدارس. أنا طالب في مدرسة أجنادين الأساسية، إحنا مأيدين هاي الإضراب عشان زي ما إحنا بدنا نعيش حياتنا لسات بدهم يعيشوا حياتنا ويدفعوا مواصلات تكاس عشان يجوا عشان يعلمونا. وردا على الخطوات التصعيدية والإضرابات، تداولت وسائل الإعلام خبر دراسة وزارة التربية والتعليم مقترحا بتبكير العطلة الشتوية قبل الانتهاء من تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهذا ما جعل اتحاد المعلمين يستنكرون إمكانية تنفيذ هذا المقترح كبديل عن الراتب. أرجو من الوزارة أن لا تتسرع باتخاذه، وأن ترجع إلى القاعدة المعلم والطالب قبل أن يأخذوا مثل هذه القرارات. والاتحاد العام للمعلمين يرفض هذا القرار، لأنه ما جبنا راتب وهو التفاف على راتب المعلم الذي هو حق مقدس للمعلم، وهل يستطيع المعلم في العطل أن يعيش إذا إحنا عطلنا يعني؟ ونتيجة للأزمة المالية التي تعيشها خزينة السلطة، قامت بعض المؤسسات كبلدية طول كرم بتقديم مبادرة شحن الكهرباء المعروفة باسم عدادات الدفع المسبق كسلفة للموظفين الحكوميين. بناء على توجيهات سعة الأخ رئيس البلدية والمجلس البلدي، وشعورا مع الأخوة الموظفين الحكوميين في العاملين في القطاع العام، وبسبب تأخر صرف رواتبهم فقد تقرر مساعدتهم بتقديم له بسمح لهم بالشحن كسلفة يتم تقاصها منهم في حال نزول رواتبهم أو عند الشحنة القادمة.
التأخر في صرف الرواتب لم يوقف المسيرة التعليمية فقط، بل انعكس سلبا على الحركة التجارية لتعيش اليوم شللا تجاريا واقتصاديا ملحوظا أسوأ من ذي قبل، ولا يزال الموظف مرهق التفكير في هاجس دفع المستلزمات المستحقة عليه بانتظار وجود حلول حقيقية لنيل حقهم الشرعي للمزيد من البدائل والاقتراحات التي تزيد الوضع سوءا. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، نتواصل نحن وإياكم في هذا البرنامج الخاص عن أزمة الرواتب والموظفين، ويسعدنا أن يكون معنا الآن وعبر الخط الهاتفي الاتصال الهاتفي الأستاذ بسام زكارني. أستاذ بسام زكارني، رئيس نقابة الموظفين العموميين، يسعد مساك. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أستاذ بسام، يعني كان لكم اجتماع اليوم مع وزير المالية، تعطينا النتائج التي خرجتم بها من هذا الاجتماع مع وزير المالية. في الحقيقة خلال هذا الأسبوع التقينا برئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، واجتمعنا اليوم بكامل هيئة مع وزير المالية بناء على دعوة منه. تم اطلاعنا على الوضع المالي كما وصفه بالصعب جدا، واللي غير يعني واضح بالأفق إمكانية لمعالجته من خلال إعلان ليبرمان والاحتلال الإسرائيلي بالترسنة على أموال الضرائب، وكذلك تقاعس الكثير من الدول وعلى رأس الدول العربية بالالتزام بما تعهدت به. ونحن بدورنا أطلعنا على الوضع الصعب جدا جدا للموظف اللي خلال السنوات الماضية تأكلت الرواتب بنسبة 45%، ارتفاع حاد للأسعار، عدم التزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل منتظم، ارتفاع فوائد في البنوك، الخصومات على يعني الخصومات والقروض اللي في البنوك، كل هذا الوضع صعب. يعني الموظف مطلوب منه يقدم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني. احنا سنقف ونكون جنب الى جنب مع القيادة الفلسطينية لمواجهة سياسة الابتزاز والقرصنة الإسرائيلية، ودعم للقيادة في النصر اللي تم تحقيقه في الأمم المتحدة، ولكن الموظف الآن ما بيستطيع إنه يوصل إلى عمله بسبب عدم وجود حتى يعني مش بس سقوط أطفاله، كمان ما عنده مواصلات يوصل إلى عمله. فمطلوب من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وهي المسؤولة عن توفير الراتب ويعني المواصلات وتوفير الخدمات للمواطن الفلسطيني. هذا الحوار طلبنا أن يكون شراكي بيننا وبين الحكومة، أن يكون هناك شفافية في الموضوع المالي، أن نطلع ماذا يدخل للخزينة من ضرائب ومن مساعدات وغيره وآلية صرفها، وبالتالي سنقبل بالموجود ونواجه هذه الأزمة بكل ثقة، وموظفين جاهزين عندما يكون الأمور واضحة أن ليبرمان وغيره يحاول تركيع الشعب الفلسطيني. نحن سنعلن المواجهة على ليبرمان وعلى كل من يحاول تركيع الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني غير قابل للاستسلام، لأنه حقيقة الآن المعركة السياسية حاسمة تنعكس على الموظفين دائما بالدرجة الأولى. نعم أستاذ بسام، كلام جميل وحلو، ولكن أخذ الطابع السياسي، الطابع السياسي، فأين دعم صمود الناس في ظل ذلك، في ظل أزمة الرواتب، وكيف ندعم الناس والمواطنين في ظل هذه الأزمة الحالية التي يعيش بها، بما أن هناك ليس سقف محدد أيضا للرواتب؟ وزير المالية أعلمنا أنه راح يكون إن شاء الله مطلع الأسبوع الحالي دفع لنصف راتب للموظفين بحد أدنى 1500 إلى حد أعلى 4000 شيكل. ونحن بدورنا كنا أن هذا المبلغ يعني نحن سنقف مع القيادة، ولكن هذا المبلغ غير كافي لأنه هو ربع المستحقات للموظفين. إحنا الآن مستحقنا شهرين، شهر 11 وشهر 12 انتهى، فالحكومة ده تدفع ربع راتب، نصف راتب اللي شهر 11 بمعنى ربع القيمة. الآن البنوك بدها تخصم القروض، وراح تخصم بنسبة، يعني إذا كان واحد حصل على النصف بدهم يخصموا 50%، وهذا الموضوع غير مقبول. إلى أي خصم من راتب الموظف راح يمس، وطلبنا أن يحول هذا النصف
الى البريد وعبر البريد حتى ما تقوم البنوك بالقرصنه عليه، لان البنوك عمالها تبتز الشعب الفلسطيني وهي حقها. لماذا لا يتم مخاطبه البنوك من خلال سلطه النقد بعدم خصم القروض على الموظفين اذا للاسهل؟ للاسف سلطه النقد بتقول ان هذه سياسه بنوك واحنا ما بنقدر نتدخل فيها، والبنوك يعني بتوعد بعضها يعني مشكول مثل البنك العربي الاسلامي هو صرف كامل الراس للمواطن بدون فوائد. نأمل من البنوك لمرة واحدة، وهذه المرة لازم نناشدهم أن تكون ليس بالخصومات، أن تكون بصرف راتب كامل، أن تقرض الموظف نصف راتب، وحتى يستطيع أن يصمد ويقدم الخدمة، وخاصة في ظل تكدس الشيك لديهم ويعني الفائدة والأرباح اللي حققوها بسبب انقطاع الرواتب خلال الفترات السابقة وإضافتهم فوائد على قروض البنوك للموظفين. نعم أستاذ بسام خليك معنا ونسمع هذا الاتصال الهاتفي. ألو مساء الخير. ألو نعود إليك مرة أخرى أستاذ بسام. يعني تتحدث عن نصف راتب ومرور شهرين كما تحدثت وتفضلت. نصف راتب يعني ماذا يستطيع أن يتحمل الموظف في ظل نصف الراتب؟ عودة للاتصال الهاتفي ثم نكمل. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أنا تفضل. كيف حالك؟ الله يسعدك، ميت مرحبا. والله أنا حبيت أحكي بالنسبة لموضوع الإضراب المعلمين. نعم. إحنا كلياتنا متضامنين معاهم، إحنا طبقة عاملة يعني متضامنين معاهم، وأكيد إنه هم معاهم حد. نعم. بس المواطن يعني اللي عنده أولاد وبدرسوا بالمدارس بيسأل نفسه سؤال، يعني إنه هي فترة امتحانات، فيش طرق وآليات كانت تكون يا سابقة يا لاحقة، يعني مش بهاي الفترة الحساسة يعني. يعني أنت لما وزارة التربية بتقول إنه الدوام يوم الأحد والامتحانات يوم الأربعاء، فالطالب فات في فترة دربكة، شايف؟ نعم. تعرف الطالب بالنهاية جاهل، فلما يفوت في مومعة الإضرابات وما إضرابات بصير غير مهيئ نفسيا للدراسة. نعم. وإنك أنت ترجعه يوم الأحد وتقول له يوم الأربعاء امتحانات، فكان في هناك مطالب للمعلمين كمان، يعني بالنسبة للطلاب برضه لازم ينأخذ في عين الاعتبار إنه برضه هذول، صحيح انه الموظف بده يقبض، بس برضه هذول الطلاب يعني صار عندهم اشكاليه من وراء هذا الاضراب. احنا مع متضامنين قلبا وقالبا مع الموظفين. وصلت. يعني لازم يكون في اليه وطريقه، يعني اضراب تصاعدي مثلا، حصه حصتين لحين انتهاء الامتحانات، وبعدها يكون في اضراب ثاني. شكرا. اشكرك جزيلا، وهذا السؤال بيكون للاستاذ جمال يعقوب معنا. ألو. في الاستوديو. الو 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 مساء الخير، تفضل. الو معك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين. بدي اول سؤال للاستاذ بسام ذكرني. تفضل، هو سامعك. استاذ بسام، بقول في الماضي يعني تحملنا يعني كسموا الراتب على اساس 4 مرات، يكسمونا اياه على 10 على 15 مره، كل مره ينزل 200 شيكل يا اخي في البنك. بديش اقول اكثر من هيك يعني. نعم، حتى تستمر الحياه ويستمر الموظف في الحياه. ولا يا سيدي. نعم نعم، وصلت الرساله. عوده استاذ بسام معنا على الخط. انا معك على الخط. معنا استاذ بسام. عوده الى سؤال النصف الراتب، يعني تقريبا اللي بياخذ 3000 شيكل بده ينزل له 1500 شيكل خلال شهرين، ودعنا نقول هناك من يتقاضى راتب حوالي 12000 شيكل مثل أعضاء المجلس التشريعي، كما تم الاتصال من خلال المشاهدين والتطرق إلى أعضاء المجلس التشريعي الذين يتقاضون رواتب حوالي 12000 شيكل، فبالتالي نصف الراتب يعني 6000 شيكل، عمليا حوالي 3 موظفين أو 4 موظفين يتقاضون هذا الراتب. فكيف المعادلة في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، الغلاء الذي نعيشه؟ فلماذا لا تكون الرواتب مثلا 1000 شيكل على الجميع تصرف؟ الحقيقة يعني هذه مقترحات تقدم للحكومة بشكل واضح. الوضع الفلسطيني، نحن نطالب بزيادة رواتب أعضاء المجلس التشريعي والموظفين، ما بدنا نقص رواتب حدا لحد. احنا بيهمنا يكون الوزير محترم والعدود المجلس التشريعي يقدم خدمات ويكون بمهامه، بس المهم انه يكون في مهامه. بس انا بحكي لك، انا في عندي وزراء يعني انا بحترمهم، هم يعني من الناس المميزين،
ولكن بعض الوزراء والله تصور ابتدائي ما بحط يدرسوا انه ما عنده قدره ولا شيء، لا 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 يعني فقط بيركز على السفرات مهمات بركب بها السياره والمرافقين. فلا سبب احنا بنقول بشكل واضح اشراك والشراكه مع اعضاء المجلس التشريعي والشراكه مع ممثلين النقابات اتحاد المعلمين اتحاد النقابات المهن الصحيه وخبراء من الجامعات ممكن نضع بدائل اللي تخلي المواطن يعني يعيش. يعني الموظف يعني انت لاحظت الموظفين كيف نفسهم بقول لك اعطينا 100 شيكل عايش منهم 200 شيكل فهي النفسيه وهذه القدره الوطنيه الفلسطينيه كل احترام مش عماله تحترمها العقوميه عمالها فقط بتركز هيئه كلهم بيسافروا وبيطلعوا والموظف هيئته بتطلب لاولاده 200 شيكل وهو بروح يخدم كطبيب ولا كمعلم وبده يحكي. كمان في المشارك اللي حكى الاخ جمال يعقوب بحيها كمان انه بدنا اولادنا يتعلموا صحيح حقك انت ولكن الموظف اللي عنده كمان اولاده اليوم في الجامعات رجعتهم الجامعه وقالت لهم يا عمي تدفعوش قصة ما فيش دراسة. اذا احنا بدنا نقدر انه كمان في المعلم والموظف ما معه يدعم لا اولاده ولا يدفع مواصلات. فاحنا مواجهة الاحتلال وكان عندنا قدرة نقوم بكل الخدمات ولكن الان الحكومة اللي كانت عملها تعمل دعاية انتخابية بدنا نكتفي بالعام 2013 لا بدنا منكم يعني مستشفيات ولا بدنا منكم شوارع ولا طرق ولا شيء عم يدفع الراتب طلعوا مش قادرين يدفعوا 5 شيكل من الراتب شو هال الكلام اللي حكيته يعني كل يوم يدفعوا لنا فيه خطة الصمود خطة بناء الدولة بناء المؤسسة كله في شيء. طيب لكن ايش بقوا يعملوا هذا الكلام مشان يمرروا علينا قوانين الضريبه يخصموا من رواتب الناس لصالح البنك الدولي الان شعبنا اكتشفهم وانا بقول لك وبقول لكل شعبنا نحن لسنا يعني الان واقفين ويعني ما نكون بالفعاليات لاننا بنحترم هاي الحكومه لا احنا واقفين مع القياده الفلسطينيه اللي حققت نصر وهددها ليبرمان وهددها اوباما بالتركيع ولكن هذه الحكومه دمرت الاقتصاد الفلسطيني دمرت القطاع العام دمرت القطاع الخاص دمرت التعليم دمرت الصحة لا يوجد لديها أي برنامج له علاقة بصمود المواطن الفلسطيني وبالعكس الآن الموظف يعني بديش أقول لك صار يشحر بالعربي فإحنا لكل أبناء شعبنا ولكل موظفين في طول كرم إحنا مش راضيين في اللي صار من الحكومة إحنا لا نحترم أداء هذه الحكومة نحن لن نبرر سياسي التركيع وسنتحمل هذا الشهر وشهرين وصمدنا قبل هيك من عشان نذكر الناس احنا 6 شهور صمدنا حكومه حركه حماس واللي للاسف كمان ما احترمتنا وكمان اسمح لي اوجه لاخوتنا بحركه حماس في ظل اجواء المصالحه الان غزه بتاخذ الان 48% من الموازنه وما بتبعث لنا 2% وحماس بتجبي الضرائب في قطاع غزه وبتوزعها على عناصرها. طيب اليوم في اجواء المصالحه يا اخواننا في حماس طيب مش اتفقنا كلياتنا وتوحدنا للصمود في غزه وتوحدنا للذهاب للامم المتحده، طيب يا ريت انه كمان تدفعوا من الضرائب اللي بتجبوها من الناس في غزه لصمود المواطن اللي بتنتفع الرواتب في الضفه وغزه، يعني احنا ندفع بغزه 37,000 موظف، ندفع للقطاع الصحي، ندفع مثلا الكهرباء، ندفع المحروقات، الادويه، كل غزه احنا بندفع لها، طيب ليش ما تعطونا من الضرائب وتخلوا الشعب الفلسطيني يقدر يصمد ويتحمل. فلا سبب انا بقول مطلوب من كل القطاعات ومن شركه الكهرباء من مصلحه المياه انها تيجي على الموظف تقول له انت راتبك ما اخذتوش يعني انا بالنسبه لي لحيا ما يكون في رواتب. انت بتصير الازمه بتحملها الجميع. ومطلوب كمان ان نوجه للقياده الفلسطينيه مطلوب حكومه صمود من 4 إلى 5 وزراء من الخبراء مش ان نجيب اي كلام نعم استاذ حكومه صمود ونروح كم مرافقينه تعين له 20 موظف ونفتح مجال نتحدث عن ذلك المستشارين والمرافقين واسمح لنا ان نستقبل هذا الاتصال الهاتفي. الو مساء الخير. الو 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 اتفضل. مساء الخير. يا هلا يسعد مساك. نحييك ونحيي لو ضيفك ابو محمد الله يخليك عبد الكريم. اتفضل. احنا بحب استفسر من الاخ ابو محمد الامين العام اللي هو الممثل الاتحاد العام في طول كرم. نعم. بالنسبه لموظفين المدارس الشرعيه المعلمين في المدارس الشرعيه ليش اللي هو الاتحاد العام ما بيشملهم اللي هو في
اللي هو فعاليات الإضراب رغم من أنه الموظفين يعني هم موظفين حكوميين مثلهم مثل اللي هي المدارس الحكومية وبنطبق عليهم كل اللي هي القوانين والأنظمة اللي بتنطبق على الموظفين الحكوميين. والشغل الثاني أنه المعلمين اللي بيشتغلوا في المدارس الشرعية لا يأخذوا أو ما بأخذوا اللي هو المنح الممنوحة للمعلمين في المدارس الحكومية مع أنهم معلمين حكوميين. يعني ليش هذا التمييز؟ يعني مثلا في خضوري بأخذوا اللي هم إعفاءات وبأخذوا اللي هو بدفعوا نصف الأقساط. وكذلك في المدارس الحكومية بدفعوا أبنائهم نصف الأقساط بالرغم من أنه أبناء العاملين في المدارس الحكومية بدرسوا في المدارس الشرعية اللي هو في يعني دون مقابل. والشغل الثالث ليش احنا يعني الاتحاد العام ما بيطلعنا لوين وصلت الحكومة في او النقابة اول باول في اللي هو مفاوضاتها مع الحكومة؟ يعني كل شيء يعني غامض لحد الان. ما حد بيعرف لوين وصلوا. بقول لك انه في لبداية الفصل القادم احنا بنبدا فعاليات اذا لم تستجيب بس احنا مش عارفين اصلا لوين وصلت هذه المفاوضات. اشكرك وصلت. استاذ بسام دعنا نسمع تلفون ايضا ناخذ اتصال تلفوني. الو مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام. يا هلا تفضل. يا هلا بيك تفضل. بين مساء الاخ مارو والاخ بسام. يا هلا سامعينك تفضل. على البرنامج اللي يعني بصراحه الناس كلها مستنيه لانه الكل بده يحكي والكل مقهور من الوضع. حق الناس تحكي تفضل. سيدي احنا بنحكي انه شغله مشكله الرواتب مش بس الموظف مش بس المعلم. في عندك سيادة شؤون، في عندك اسر شهداء، في عندك اسرى، في عندك جرحى، في يعني انت بتعرف على بعض في ناس كثير. صحيح. الاخ بسام بقول لك مقومات صمود صمود، وين هاي المقومات؟ يعني انا ما بيجيش معاش شهر او شهرين ولزم تفضل اخدم هو معاش اصلا ما بكفي الموظف. شو مطلوب مني اعمل يعني اكل رمل انا يعني برضه؟ اروح اكل تراب انا وعيالي؟ الطفل انا اللي بيجيني عند المؤاخذه حتى لو راح المدرسه بيحكوا عن اضرار المعلمين، لو ودت ابني على المدرسه انا معي كتب له دفتر او كلام اللي بده اياه بطلب من المعلم قاعد. معيش اوفر له عند المؤاخذه مصروفه وكل سنه في المدرسه. نعم. الاخ بسام بيحكي يعني حول امور سياسيه يعني وهي الامور زي ما تفضل اخدم الاستحقاقات هاي كلها. ما بربطها في وضع السياسي، وضع السياسي له الناس السياسيين اللي يشتغلوا في مشكلتهم هاي وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، انا مش وزير زي ما تفضل اخ ولا انا رئيس وزراء، هم يوجدوا حلول، يوجد حلول مش توقع مشكله. وين يا اخي ما يحطوا خطه للسلطه. زي ما تفضل اخ قبل شوي، توجهنا للامم المتحده للدوله، كلنا بدنا الدوله، انا بدوش دوله. لمين الشعب هذا كافح وناضل وصار في عنده شهداء واعاقات واسرى ولمين؟ مش الدوله؟ بس الناس برضه بدها مقومات حياه تعيش عشان تقدر تتنفس يا اخي تستمر معك في هذا المشوار. اشكرك جزيلا. استاذ اتصال ايضا. الو تفضل. يعطيك العافيه. يا هلا بيك يسعد. ممكن اشارك؟ طبعا بكل سرور وانت على الهواء مباشره تفضل. بدي احكي كلمه. احنا مع الحكومه قلبا وقالبا. واحنا بنأيد الحكومه عارفين انها في موقف صعب وفيش دعم والاسرائيليين بيحجزوا كل عملات الضرائب والعائده للسلطه. بس بدي افهم انه احنا معانا الموظفين. يعني الموظف باخذ راتب بنزلوا له نص راتب وفي النهايه عليه قرض وكاتب شكات بيرجع الشك البنك بخصم عليه 60 شيكل. صاحب الدكان بيطالب فيه. هذا الوضع لامتى بده يستمر؟ احنا بدنا نفهم. وشكرا يعطيك العافيه. شكرا كثير. استاذ جمال وثم نعود نتحدث مع الاستاذ بسام ولكن هناك بعض الاستفسارات كما سجلتها ودونتها. ماذا تقول للمتصلين للاخوه المتصلين؟ اقول للاخوه المتصلين واول ما ابدا بالاخ اللي شعرت انه ولي امر ويعني بناشدنا انه ناخذ قضيه الطلاب فلذات الاكباد. هذول الطلاب اذا بعنوا ولي الامر كابن احنا بعنونا كابن مرتين انه هذا ابننا ومطلوب منا نعلمه. فاحنا صدقون يعني وطلب منا ان نكون يعني ناخذ فعاليات جزئيه طول عمره الاتحاد ينظر لمصلحه الطالب وياخذ الفعاليات جزئيه. ونتحدى يعني المعلمين اللي بحبوش ما كانوش يحبوا يعني الحدث كان يكون الفعاليات الجزئيه اقل من الحدث اللي احنا لازم نعمل له اضراب. وانا يعني بقول بلوم اولا واخرا كلياتنا بنحكي الاستاذ بسام وانا والمعلمين المتصلين واولياء الامور
الكل. واخر اتصال انا بقول احنا مع الحكومه، وبعدين جاب يعني القضايا انه مطلوب منا ومعيش اعطي ابني سندويشه. اذا كيف احنا مع الحكومه؟ احنا ضد الحكومه. احنا الحكومه هي اللي بتهدنا، الحكومه هي الجهه التنفيذيه اللي مقصره معنا، المفروض ان نحملها كامل المسؤوليه. يعني انت يا مواطن، يا متصل، يا ولي امر، يا معلم، يا موظف، انت بدك تحلي عن الموظفين، انو اللي بدي يعطيك؟ نعم. اذا اعطوك نص راتب هم بيتحملوا المسؤوليه، وان ما اعطوكش راتب هم بيتحملوا المسؤوليه، اذا مطلوب منهم يعطوك الراتب كامل. اما بالنسبه لاولياء الامور، اقول يا اخواتي يا اخواني يا اولياء الامور، يا مجتمع محلي، صدقوني اذا بتتضامنوا مع المعلمين ان منحلها باكثر الطرق. انا بقول لك كيف، لما المعلم بقول اضراب، ارجو انها الشوارع وكل المؤسسات والمحافظة والتربية وكل أولياء الأمور إذا معنيين بتعليم أولادهم يتضامنوا معنا وينزلوا على الشوارع بنحل أكبر قضية. حدد لهم فعالية بهذا الاتجاه، وليس أن يكون الإضراب فقط بإغلاق المدارس وعدم التوجه للمدارس، فليكون أمام الوزارات. احنا مستعدين لذلك. نعم. مع أن جربنا للمعلمين وما كانش يعطي نجاح كما يجب. بس احنا رايحين نجربه مرة تانية، ونطالب كل جماهير شعبنا الفلسطيني تتضامن معنا حتى ان ما نخسرش كثير وتكون النتائج باقل المخاسر. اما بالنسبة يعني تحملوني بالنسبة للمدارس الشرعية للمتصل، بالنسبة للمدارس الشرعية يا اخي تحياتي لك ولكل المعلمين في المدارس الشرعية وفي كل هم شاعرين انهم مهمشين. لا لا، هي القضية مش هيك. احنا موجهين على مؤتمر للاتحاد العام للمعلمين في نظامنا الداخلي، كل عنصر، كل من هو مشترك في الاتحاد، طبعا اللي بسدد اشتراكاته، احنا ما بنقولش انكم بتسددوا اشتراكات، لكن في النظام كل من يتبع الى وزارة التربية والتعليم. نعم. للأسف. فاحنا ان شاء الله منعدله هذا الحكي في مؤتمرنا القادم حتى يكون يشمل المدارس الشرعية وغيرها من الموظفين الحكوميين. نعم. اشكرك وعبد الله الاستاذ بسام زكرني. استاذ بسام، تحدثت عن امور كثيرة وهناك كانت اكتشافات كثيرة بالنسبة لكم، ماذا تعملون في ظل هذه الاكتشافات وردود فعلكم تجاه ذلك؟ الو، معنا استاذ بسام. معك. يعني تحدثت قبل قليل عن بعض الأمور التي تم اكتشافها من أمور مالية ووزراء أو مرافقين أو إلى آخره، وظل في ظل أيضا أموال من السلطة الوطنية الفلسطينية تذهب إلى غزة ما قيمته 48%، وأنت تناشد الإخوة في غزة لدفع ما يترتب عليهم إلى الضفة. في ظل هذه المعادلة وهذا الواقع، كيف يمكن أن تخرجوا من هذه الأزمة في ظل أي رؤية؟ في الحقيقة يعني أولا نحن بحاجة إلى حكومة صمود تكون فيها 3 إلى 4 وزراء خبراء، نختصر بعض الوزراء اللي ما يعني زي الصراف الآلي زي ما بيحكوا، أو حتى بيجوز الصراف الآلي بيجاوبك على بعض الأسئلة. فإحنا بحاجة إلى حكومة تكون حكومة صمود تشارك المجتمع الفلسطيني بممثليه، ونضع بدائل لها علاقة بالجهد أولا مع الدول المانحة ومع الدول العربية، لأنه لا إمكانية لفلسطين تحت الاحتلال أن تفي بما هو مطلوب منها. نحن كفلسطينيين قدمنا ما علينا من التزامات سياسية، العالم الأصل أن يقدم ما عليه. القرصنة الإسرائيلية واستباحة المال الفلسطيني والدم الفلسطيني في ظل صمت عالمي، نظرا لتوجهنا لمجلس الأمن أو للجمعية العامة عفوا ولدخولنا كأعضاء في الجمعية العامة، لم ندخل جمعية للمافيا، وإنما دخلنا مع كل العالم في الأمم المتحدة اللي هم جزء منها. فإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي يعترض على ذلك وهدد عالميا بأنه بسبب دخولنا لهذه المؤسسة أنه راح يبتزنا ويركعنا. فإحنا كمجتمع فلسطيني مطلوب تكاتف الجميع أولا، الجامعات ما بدأت تستقبل أنه في شخصات، شركة الكهرباء تستقبل أنه ما في فواتير نقدر ندفعها، سائق التاكسي حتى اللي معه بده يدين الموظف. كمان احنا بدنا نحكي عن البنوك عمالة بتفرض علينا قروض وفوائد عالية، فيش بنك زي الثاني، الأصل الفائدة لا تزيد عن 4%، اليوم عندنا 11% بتستغل البنوك
هذا الوضع الفلسطيني. وكمان مش بس هيك، اذا صار تاخير للرواتب تفرض علي كموظف انا الفائده، طب ما هي الحكومه ليه تفرض على الحكومه الفائده؟ لانه المفروض انه انا ماخذ الضمان الراتب اللي الحكومه تاخرت علي. واحنا بنحكي لك انه عندنا موظفين دفعوا مئات الالاف الشواكل بسبب اللي بيشتغلوا شقه كان على البنك، قديش صارت الفوائد. وهذا الموضوع بدون التكاتف والشراكة أنا باعتقادي يعني لن نستطيع أن نعالج الأزمة. الآن الحكومة بتقول يعني تقريبا إنه أنا عادي، طيب يعني لو جبت لك أي واحد من 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 فلسطين من ناشي كل من الشارع كان خبراء وجبنا وجبنا طلعوا بأي بأبسط أزمة مش قادرين يعالجوا ولا مشكلة. يعني تصور أنت الراتب مش قادرين، المستشفى مش قادرين نشتري دواء له. طب إيه؟ طب إحنا كنا يا جماعة جبنا خبراء وجبنا هيك المجتمع الفلسطيني اقتصاديا بتربت، طب لا نازلين على الجبهة بسلاح ولا قادرين تعملوا إشي في الجانب المالي. هذا الكلام هو الذي يجب أن يتحرك في الشارع. العاطلين على العمل، أنا بحكي لك عندنا 50,000 خريج بتخرجوا من خضوري ومن الجامعة النجاح ومن بير زيت ومن بير لحم والخليل وما بيركوا شغل. أنا بتمنى إنه كمان إنه إحنا نيجي نحكي بشكل واضح إنه مطلوب إشراك الجميع وأن يتحمل الجميع مسؤولياته، وأن نتوقف عن طريقة التفرد في اتخاذ القرارات، وكأنه الأمور مفروض علينا على فرض والشعب الفلسطيني يموت وتبقى الحكومة مثلا. هذا الكلام مرفوض. إحنا نقول بداية الشراكة، ورغم من لغاية الآن ما حسينا الوضع مشى تمام مع الحكومة بالاجتماعات، نأمل خلال الأيام الفاتنة أن نجد شيء له علاقة بإشراكنا بتفاصيل الدخل من المال بشفافية، نشوف كيف بيجي المصاري. نعم نعم. وكيف يطلعوا يعني أستاذ والمساعدات اللي بتيجي من الكويت واللي اجت من الاحتلال الإسرائيلي 200 مليون، بدنا نعرف كيف بيتم صرفهم. نعم. مشان نكون إنه جميل جدا، جميل جدا استاذ. بس 100 مليون من البنك المفروض يكون عندنا مبلغ اللي نقدر نعطيه للموظف زي ما حكى الموظف. يعني طبعا انا بقول له اللي حكى 200 شيكل ما بزبط، انك نحكي 200 شيكل المفروض. نعم. انه احنا ياخذ الموظف راتبه كامل، لانه نعم. اصلا متاكل الراتب مشان يقدر يؤدي الخدمه. نعم. استاذ بسام، والجندي مش راضي. نعم. هل العسكر والاخوه اللي بالاجهزه الامنيه بيداوموا والشرطه واقفه في الشوارع بتحمي الناس وبتقدم الخدمه بدون رواتب واولادهم بالجوع؟ نعم. هذا الكلام نحييهم اولا ونشد على ايديهم، ولكن حلو. يجب على الحكومه ان توفر لهم رواتب كمان. نعم. طب استاذ بسام، ماذا تقول للحكومه وماذا ترد انت ايضا عندما طفل يذهب الى احدى المحلات السوبر ماركت او البقاله، طفل شرى شيبس بيرجع ظرف الشيبس او البامبل لحاجه الطفل، بيرجعه من اجل الحصول على بيضه، امه بتقول له روح جيب بدالها بيضه عشان ناكل او نتعشى، وماذا تقول لام ايضا ذهبت الى محل الصاغه عشان تبيع الدبله، صاحب المحل بلف الدبله في 100 شيكل وبده يرجعها للست للمراه، بتقبلش بتقول له متاسف انا بدي اعشي اولادي، عندها عزة نفس. ماذا تقول لهؤلاء المواطنين تجاه كل ذلك؟ أين صمود الناس الذي نتحدث عنه؟ أنا بقول أن إحنا راح نصمد وإحنا راح نتحمل، بس أنا بحكي لك أنا بمثل هاي الناس، أنا اللي بقول للحكومة. نعم. أنا عندي الموظف، أنا فيها عندي أسماء، يعني اللي خطيبته بعد دبلتها مشان تعطيه مواصلات تروح على شغله ما ينفصلش. يعني هذا الكلام، أنا نفس الموضوع بعاني الموظف. أنا عندي ناس رواتبهم 2000 شيكل عندهم سبعة أولاد أطفال وأولاد في طلاب في الجامعات، الجامعة رفضت تسجلهم راح عليهم الفصل الدراسي. نعم. أنا في عندي ناس مش متعالج، ما عنده يعني الموظف مش قادر لأن المستشفى فيش فيه لا هذا الصحة لا كمول بعطوه. فيعني هاي القضايا أنا اللي بعاني منها، وبقول للحكومة شو اللي إحنا بدنا، فيش جيوش بتزحف على بطونها. الموظف إذا ما أعطيناهوش مقومات الصمود ما بنطلب منه إنه نقول يا عمي إحنا والله بدنا صمود. لهذا السبب هذا دور الحكومة وليس دور مكركبات، نحن نمثل شريحة والعمال بيمثلوا شريحة والمعلمين بيمثلوا شريحة والعاطلين لازم يكون ممثل اللي هو أعضاء المجلس التشريعي، واللي لازم يحكي في الموضوع أعضاء المجلس التشريعي اللي يشوفوا هاي الحالات. أستاذ بسام تتحدث عن المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي مغيب منذ سنوات ويتقاضى راتب حوالي 12,000 شيكل. أستاذ بسام، المجلس التشريعي صح إنه ما فيه اجتماعات، بس عضو التشريعي كل شيء متوفر له بإمكانه أن يتحدث وأن يزور ناس وأن يذهب للأخ الرئيس وأن يذهب للحكومة. هذا الحكي ما بصير، العضو التشريعي إحنا منتخبينه
لازم الحكومة تحترم رأيه وتحترم يعني متابعة هموم الناس، ولا مين بيمثل الناس هاي اللي حكيت عنها؟ نعم. إذا أنا مثل بس الموظفين، طب الممثل الشعب مين؟ اللي هو عضو المجلس التشريعي. نعم نعم. اسمح لي أن نستقبل هذا الاتصال الهاتفي أستاذ بسام. ألو مساء الخير. ألو. ألو تفضل، مين معنا؟ يعطيك العافية. يا هلا أهلا تفضل. يعني كل الاحترام للموظفين وللمطالبهم وإحنا معهم، لكن في نقطة ممكن أطرحها للأساتذة الموجودين. إحنا أولادنا والامتحانات اللي مقبلين عليها، الامتحانات بالذات الوزارية، يمكن الامتحانات المدارس ماشي، ممكن المعلم يراعي إنه في إضرابات، في يعني في عدم خاتم للمادة، لكن الامتحان الوزاري هذا اللي جاء بده يجي على الطلاب بدهم ياخذوا بالمادة كلياتها، المادة ما تغطت كاملة ولا تغطت بالشكل اللي لازم تتغطى فيه. فبعرف شو رأي الأساتذة في هذا الموضوع، يعني بالأولا وآخرا الطالب هو المتضرر الوحيد من هذا كلياته، سواء قلة الرواتب، سواء الإضرابات، سواء يعني كل هذا راجع مرجوع كلياته على الطالب، والطالب هو اللي راح يعني يتضرر. فشو موقف الطلاب او شو موقف الوزارة من هذا الاشي؟ لا. يعني انا عندي امتحان وزاري مثلا لابني في مادة اللغة العربية، مادة اللغة العربية مش مغطية كما يجب بسبب الاضرابات. احنا ما مش ضد الاضرابات، لا مع الاضرابات ومع مطالبة بحقوق الموظفين، لانه هذا الراتب حق للموظف، بالتالي هو مش راح يعطي بدون ما يبقى ماخذ المعلم او نعم. الموظف نعم. فاحنا بس اولادنا وين هم في هذا كلياته؟ وين اولادنا؟ نعم اشكرك، وصلت الملاحظه والسؤال. وهذا ايضا اتصال هاتفي. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا تفضل. ممكن ارجع للاستاذ بسام؟ تفضل تفضل تفضل. الو تفضل تفضل سريعا معلش. بدي اسال الاستاذ بسام، ارجع له كمان مره بسؤال. تفضل. بدي احكي له انه انا الموظف اللي حكيت له لو وفرونا 100 شيكل ولا 200 شيكل، انا الموظف اللي بحكي معاه راتبي 2000 شيكل وعندي 4 في الجامعه. اها اوكي عزيزي، شكرا كثير. مش شكرا كثير، بدي ارجع لابو محمد اقول له ليش كل يوم الاحد ارد ارجع لمقاعد الدراسه او ارجع لدوامي انا. نعم ليش نعم. ارد ارجع للدوام؟ راح نوضح الصوره الان، واسمع الاجابه من خلال شاشه التلفزيون وخليك معنا. نعم السؤال للأستاذ بسام أو الملاحظة للأستاذ بسام وأيضا من الأستاذ جمال وبعد الاتصال الهاتفي. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. نعود لك أستاذ جمال، يعني تقولون وتتحدثون للمعلمين للموظفين تحديدا للمعلمين العودة إلى يوم الأحد للدوام بناء على ماذا؟ سيدي إحنا أضربنا كنا عاملين إضراب يوم الاثنين ويوم الأحد. نعم. ولقينا إنه يوم الثلاثة الوضع اللي إحنا أخذنا تقديرنا للوضع مش على قدر الحدث، لأنه فعلا إنه وصل الموظف والمعلم إلى درجة الصفر. نعم. فبناء على رغبة قاعدتنا اللي هم معلميننا وعلماتنا، أيضا أخذنا قرار جديد بإضراب الأربعاء والخميس. هسا هذا الإضراب حقق، بدي أقول لكم شغلي، إنه السلطة مديونيتها من البنوك 1,300,000,000، يعني واصلين الخط الأحمر والبنوك ما بترضاش تدينهم، بترضاش تعطيهم أيضا قروض أو ديون. أخذوا 100,000,000 بناء على الضغط اللي مارسناه عليهم الآن. هذا بدي يوفر لنا نصف راتب. ظل عندنا دوام يوم الأحد والإثنين، يعني إحنا برضو عندنا مثل أولياء الأمور ما بيحكوا، أولادنا وامتحاناتهم ونهاية فصل، يعني إحنا بنضرب أيام الامتحانات ونضيع الفصل الدراسي كامل، فبدنا نتحمل الأحد والإثنين فقط، يعني شو بدنا نحقق فيهم بالآخر عشان يجهزوا حالهم عشان يجهزوا حالهم للامتحانات. آسف على المقاطعة ولكن مع المكالمة الهاتفية. ألو مساء الخير. ألو. ألو تفضل. بالخير. يا هلا تفضل. يعطيك العافية أخ عبد الكريم. يا هلا بيك، الله يسعدك. وتحية لضيوفك الكرام. الله يسعدك. بس أنا عندي تعليقين بسيطين على الحلقة. تفضل. بالنسبة للأخ بسام، ما هي الخطوات التصعيدية ما بعد الإضراب؟
احنا كل صرنا سنين بنسمع اضراب اضراب تسكير المدارس، اطفالنا طبعا واولادنا كلهم بيكونوا في الشوارع وهذا كله على حساب اطفالنا واولادنا. نعم. والشغله الثانيه اللي بدي احكيها، اذا كان في رئيس مجلس تشريع او اعضاء مجلس تشريع مسؤولين عن الشعب بس هم بالفعل بيمارسوا على الارض، يعني لا بيجتمعوا ولا بيقرروا ولا بيعملوا شيء. اها. فاذا بقول الاخ ابو محمد عندك انه هذول اولادنا واطفالنا، اللي معلم بيروح بيروح بحط اجر اجر في داره بشرب قهوه وشاي، واطفالنا بيدوروا بالشوارع. نعم. مضبوط اللي حاصل يعني. نعم. ما هي الخطوات التصعيديه اللي راح يعملوها؟ لحل صرنا ثلاث سنين بنضرب. لحل 4 سنين. لحل ماذا بعد للاخ سلام؟ نعم. ما في في قرارات في رمضان؟ اعتصامات يا سيدي. نعم. احنا وياكم. نعم. ويعطيكم العافيه. شكرا كثير. الو الو مساء الخير. ألو ألو نعم أستاذ بسام معنا. ألو طب يعني أستاذ جمال، أستاذ جمال يعني الخطوات التصعيدية في ظل هذا الواقع، ما هو يعني بين فترة وفترة يتم تعليق الدوام، بين فترة وفترة إغلاق المدارس، وكما تحدث المتصل تذهبون إلى البيوت و أطفالنا أولادنا في الشوارع. إحنا الحل الحقيقة يعني إنه أنا حفاظا على الأطفال طبعا حكيت رقم أنا يعني مع متصل آخر بالنسبة لقضية الاعتصامات، وقلت أنا إنه بناشد أولياء الأمور والمجتمع المحلي يكون معنا حتى نحقق مطالبنا بأسرع وقت، ونطالب الحكومة كمان ما تظلش دايرة ظهرها إلنا مشان تخلينا نلجأ لهي الخطوات. أنا مثل ما حكيت من البداية، لو الحكومة بتصارح وبتكاشف وشوفها في حقيقة وقايمة بواجبها على أكمل وجه، ما بدها تحمل، بدها تحمل معها جزء. وانا اولادنا احنا كلنا حريصين عليهم، صدقوني يوم الاثنين، يوم الاثنين لما اضربنا اعلنا انه يوم الاثنين اضراب، وثلاثه واربعة وخميس تعويض حصصه، ويوم الثلاثه بلشوا المعلمين والمعلمات يعوضوا بالحصص. يعني ما حدا احرص علينا منا على الطلاب، الطلاب هم يعني همنا الوحيد. وصدقوني لما بنعمل اي فعاليه بنقعد 6 و7 ساعات لما نكر الشيء، ليش؟ لانه في قدامنا اللي هو الطلاب وهم الطلاب، وقديش احنا يعني مو برضه اولادنا من بينهم يعني موجودين بينهم. نعم. ومسؤوليتنا بالاخر الطالب يعني بيطلع بيمثل معلمه انه هو تعلم ولا ما تعلمش. اما يعني انا بقول لكم بوعدكم انه اشرك المعلمين والمجتمع المحلي في مرات قادمه باعتصامات، وتكون ما تاثرش على الطلاب وعلى دوامهم. ان شاء الله ان نستطيع نحل هاي الاشكاليات ونضغط على الحكومه، والحكومه صدقوني لو هسه بدي اسال سؤال انا هون، انه لو الحكومه مش موجوده احنا بدنا نعمل اضرابات على مين وبدنا نطالب مين؟ مطلوب مني ساعتها انا فعلا صمود، لكن ما دام في حكومه وفي رب عمل الي مسؤول عني ومسؤول عن انه يوفر لي كل شيء الي وللطالب وللجميع ولكل المواطنين، اذا هون انا بدي احاربهم لانهم هم ضاربيننا بعرض الحائط ومش ملكين ذنهم لنا ولا سامعين طلباتنا ولا مواجهيننا ومواجهين المجتمع الفلسطيني بالحقائق اللي بتمر فيها السلطه. نعم. خوف الاهل على اطفالهم على اولادهم، ذكرنا انه الاولاد بالشارع وكيف ممكن متابعه هذا الموضوع، وايضا هناك الامتحانات في ظل الاضرابات، عدم تغطيه الماده كما يجب. وهنا عندما اتصلت الأخت وتقول عندها امتحان وزاري، كيف بدها تقدم امتحان الوزاري في ظل الإضرابات المتكررة وبأي نفسية كيف؟ بالإضافة لذلك أنها المادة لم تأخذ حقها في الدراسة. سيدي هاي إحنا مثلا لما جينا أعلننا الحكي يعني كله هذا تحمل. معنا اتصال هاتفي. ألو ألو تفضل أستاذ. بقول لما احنا الان هيو في بيان امامي اعلمنا انه الاحد والاثنين بدنا نداوم، حتى يعني انا كثير من المعلمين والمعلمات اجريت اتصالاتي معهم وسالت عن وضع المنهاج، يعني اكثر معلم قال لي انا ضايل لحصه بخلص المنهاج، وكثير من المعلمين مخلصين المنهاج. ولما بده يكون في امتحان وزاري المفروض الوزاره هي بالميمعه وشايفه شو قاعد بيحصل على الارض، انه الماده اللي ما تغطتش انه ما يكونش منها اسئله، واذا كان هذا المفروض، واذا لم يكن واذا كان هناك سؤال من ماده لم تغطى بيكون في له حل، يعني ما بيكون ظلم على الطالب. الطالب كلياتنا احنا معه
ومع رفع معنوياته ونفسيته ومع تعويضه، مش مشان بس العلامة، مع تعويضه عن المادة اللي بتكون متراكمة ومبنية على بعضها البعض لمراحل مختلفة. المعلم عنده استعداد يا إخوان يعطي وعمره ما كل وعمره ما مل وحريص جدا، لكن بدنا نفسية له الريحه يقدر يروح يعطي، وحكوها أولياء الأمور. بدنا يعني طب كيف بدنا نريح نفسيته؟ بنرجع وبنجمع بالآخر وبنكون مسؤوليتك يا حكومة. مسؤوليتك يا حكومي. طبعا استاذ جمال، يعني كيف هل هناك افق للراتب، ومتى يكون الراتب في البنوك حتى العوده للدوام؟ لغايه الان الحديث يجري عن مطلع الاسبوع القادم. مطلع الاسبوع القادم انا بفهمه انه يوم الاحد، وفي بياننا احنا الاتحاد اخذنا من المسؤولين كلام انه يوم الاحد، ويعني أنا بتأمل إنه الأحد يكون الأحد ما يكونش الاثنين، فإن شاء الله يوم الأحد بنزل نصف الراتب اللي وعدنا فيه ما لا يقل عن 1500 ولا يزيد عن 4000. وأمورنا، وأنا بده أنا ناشد برضو من هون مثل ما تفضل الأستاذ بسام، إنه البنوك لما أنت وجهت لسلطة النقد تحكي مع البنوك، أنا أطالب سلطتنا الوطنية وحكومتنا انه البنوك ما بصيرش انه ما عندهاش ضوابط وروابط. ليش؟ هي قاعدة بتشتغل لعارة بتوكل بالناس بدون ما حد يحاسبها. المفروض البنوك انه يكون في هناك اوامر عليها انها لا تأخذ قروض ولا تأخذ شيكات ولا تأخذ اي شيء مستحق لها الا من النصف الثاني من الراتب. اما انها تظلها تشتغل على مزاجها، انا بطالب انه تنسحب رواتبنا من البنوك وتنزل على البريد كما كانت بالسابق، ومنروح نصف طوابير على البريد، بس بدي أخذ أنا نصف الراتب اللي أقدر أصمد فيه حتى ينزل النصف الثاني. ولما بينزل النصف الثاني إحنا بنعطي البنوك حقها، ما حدا بوكل البنوك. نعم. معنا اتصال هاتفي. ألو 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 تفضل. ألو ألو تفضل، إحنا معك، تفضل. مرحبا خالد، يا هلا بيك، الله يسعدك، تفضل. ألو ألو، إحنا معك سامعينك، تفضل احكي. تحياتي لك يا خالد، تحياتي لضيفك اخونا ابو محمد. الله يسعدك. يعني انا بدي اعلق تعليق بسيط، يعني يا باتت قصه الرواتب يعني قصه وازمه، انا بعتبرها انها ازمه سياسيه. يعني موضوع الرواتب يعني من 6 شهور ما كنا نعاني فيه لما كان دكتور سلام فياض وزير ماليه. انا بقترح رجعوا الدكتور سلام وزير ماليه وبتنتهي الاشكاليه كلياتها. حكومه مش قادره تامن رواتب، فلتذهب الى الجحيم هاي الحكومه، بكفي، لانه اللعب في مقدرات العالم، مقدرات الموظفين، مقدرات الناس اللي مش عارفه، يعني ادنى مقومات الحياه الراتب، ادنى مقومات التعاون، الحكومه مش قادره توفي راتب، الله يسهل عليها تروح. يا بتجيب الدكتور سلام بترجعوه وزير ماليه، لانه الازمه يبدو انها في الدكتور سلام، الازمه مش في الحكومه ومش في الرئيس، الازمه في شخوص معينه. الان من 5-6 شهور ما كان في مشكله في الرواتب، كانت تتعطل الرواتب 4-5 أيام وتمشي الرواتب. الآن لأنه تغير دكتور سلام بطل الوزير مالية، صارت الرواتب بال20 يوم بال25 يوم. بكفي، هذه مهزلة، ولازم يتخذ إجراءات تصعيدية أكبر من إضراب المعلمين. أنا بحكي على مستوى كل المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية كاملة. نعم. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. أشكرك. شكراً. أشكرك. أستاذ جمال، إذا لم تكن الرواتب يوم الأحد، يعني لكل حادث حديث، بس يعني المفروض لانه يعني ال100 مليون وافقت البنوك على اقراضهم للسلطه، المفروض انه يكون موجود الراتب يوم الاحد. يعني ما فيش مبرر الا اذا كان بده يكون في شغله فنيه، اما الفلوس موجودات. ومثل ما قال الاخ بسام برضو، انا بناشد البنوك مش بس انها تطلع على القروض وعلى الشيكات وانها ما تطلعش على فلوس، انها تكمل النص الثاني. طب هو الموظف اللي انت قاعد بتستفيد من راتبه مدى حياته وحاطط راتبه عندك، وبتاخذ منه قرض وربيت عليه مبالغ وقدرها وشيكات وعمولات والى اخره، وكل ما استعمل الصراف الالي تاخذ منه شيكل لكل كبسه بكبسها على الصراف الالي. نعم. شو المشكله يا بنوك انها تعطينا، وعارفه انه نعم. الراتب عند الحكومه مش راح يضيع. نعم. شو المشكله انها تعطينا النصف الثاني؟ أه. وين حسن النوايا برضو عند البنوك؟ يعني ما بصير للبنوك انها تظلها هيك يعني ماشي بدون لا في ضوابط عليها من فوق من السلطه، ولا هي شاعره مع الموظفين. اذا احنا نرفض، ومن هذا الصرح ومن هاي انه يكون رواتبنا في البنوك،
يدورون لهم السلطه على اليه انها تكون رواتبنا مش تابعه للبنوك. نعم. معنا اتصال هاتفي. الو مساء الخير. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا، تفضل. يعطيك العافيه استاذ عبد الكريم. الله يخليك، الله يسعدك، تفضل. وتحياتنا للسيد ابو محمد. حياك الله، اهلا بك. تفضل. انا موظف في حكومه بدام في رام الله، والظاهر انه اهل فول كريم بعيدين عن الواقع الحقيقي لازمه الرواتب. يعني احنا عايشين في رام الله وعارفين شو الرواتب وكيف تنصرف النفقات والموازنات التشغيليه وهي الامور كلها. يعني من اسبوع جاي او من 4-5 ايام صرفت مساعدات وصرفت مكافآت وصرفت مهمات سفر وصرفت نثريات ومياه معدنيه وبوفيهات وضيافه. هذا الحكي بحكيه بوجهه لمحمد، بحكي له يا عمي هاي الازمه سياسيه. وليست يعني ازمه اقتصاديه، ازمه مفتعله من اعضاء الحكومه، من وزراء في الحكومه. فهذا الحكي يعني لوين بده يضل الموظف وابناء الموظف عن الراتب. فانت ايش عمليا بالطالب؟ واحنا على اطلاع بهذا الحكي. بناء على اطلاعك. بالنسبه للراتب. بناء على اطلاعك. ننزل نص راتب للموظفين. ليش ما انا اشيل المواصلات على جنب وادفع نص الراتب؟ ليش الموظف ابن طول كرم اللي بداهم في رام الله باخذ نص راتب، وابن طول كرم اللي بداهم طول كرم باخذ نص راتب؟ فهون نعم. يعني ما في حتى في نص الراتب عداله في التوزيع. نعم. اذا في ذل الاطلاع تسمع لما ينزلوا نص راتب للموظفين الحكوميين بيجوا بينزلوا لك للقضاه راتب كامل 10 و12 و15 و20 الف شيكل زي ما صار الشهر اللي فات. فهم بيحاولوا يامنوا القضاه بالراتب كامل والموظفين بنص راتب. شكرا جزيلا. نعم، اسمح لي بهالملاحظه. كنت حاب اسال المتصل انه ايش بناء على اطلاعه ايش ممكن يعمل. الو يا هلا، تفضل. لو سمعت انا عندي تعليق بسيط على الاستاذ اللي كان عندك انه ضال حصه واحده بخلص كل المواد. نعم. احنا كطلب التوجيهي يعني بدنا كل شيء اسبوع ونص مشان نخلص مواد الفصل الاول، وما دخلناش باريحيه للفصل الثاني، يعني هو بايات حق بيحكي هالحكي. نعم. وشكرا لكم. شكرا كثير. يعني اطلاع المواطنين او الموظفين. السلام عليكم. عليكم السلام. انا طالب توجيه من طول كرم. تفضل. احنا بالنسبه للطلاب قمت لنا اعتصام من المدرسه الفاضليه وانضمت لنا بقيه المدارس. نعم. احنا في كثير مواد مثلا احنا وقفنا اليوم، طبعا كنا مش ضد الاضراب بس برضه احنا بدنا مطالب، يعني في مواد كثير ما تغطت. قبل شوي الاستاذ جمال حكى انه حكى مع اساتذه كان تميل حس حد مخلصه. نعم. احنا لا، تميلنا في مواد كثير تميلنا فيها وحده كامله. يعني برضه احنا في بدنا اتحاد المعلمين، نقابه المعلمين يساعدونا بهذا المطلب عند الوزاره على اساس يحفظونا بهذا الوحد اللي ما لحقناها. نعم. فايش عمليا بالطالب؟ انا بقول لك شو بالطالب. احنا عمليا بنطالب، احنا اليوم طلعنا اعتصام. نعم. مدرسه الفضليه وطلعنا عند التربيه. احنا طبعا بنطالب بس انه نحذف المواد، هي درس درسين وحده، لانه في كثير مواد دامين فيها وحد، في شيء دامين لنا فيها درس، في شيء دامين لها درسين. فاحنا بدنا نحذف هاي المواد ما تدخلش معنا بالامتحان الوزاري. على اساس نقدر نقدم امتحان الوزاري باريحيه تامه بدون. نعم. اي ضغط. نعم، اشكرك جزيلا. متابعه استاذ جمال، ولكن نشكر الأستاذ بسام زكارني، كنا معه وعلى ما يبدو هو مشغول كثير بهذه الفترة ويتابع الاجتماعات نشكره جزيلا، وإذا تمكننا أيضا أن نتصل به حاليا نعود والاتصال به من جديد. يعني أزاء ما تحدث به الموظف على ما يبدو هو يذهب إلى رام الله للعمل وعلى اطلاع بكيف تصرف المصاريف والنثريات والمبالغ التي تدفع من أجل ذلك، ويبقى الضحية الموظف. أنا بدي أقول أخرى أكثر من هيك، يعني أنا بضم صوتي لصوته. وكمان بدي أضيف، أنا في 22 مليون يورو بالرقم بالتحديد من الأوروبيين تصرف للمتقاعدين. والمتقاعدين أيضا لهم صندوق التقاعد في أكثر من مليار. روح على الصندوق فارغ، و22 مليون يورو اللي بينزلن شهريا بكفينهم رواتب. ليش تتأخر رواتب المتقاعدين؟ ليش؟ وين بتروح 22 مليون يورو؟ هاي أسئلة كلنا بنسألها يا
استاذ يعني انا وانت دائما من ضمن نقول الحكومه الحكومه من هون من هون تماما نفقد الحكومه. الموظف المواطن العادي لا يعرفها، لماذا لا تكون هناك الصراحه والشفافيه؟ نعم للمواطنين. انا شو حكيت حتى الكل، شو حكيت انا؟ بدنا صراحه وشفافيه من الحكومه تطلعنا عن كل كرش وين بروح. طيب انا ابني اسير، طيب الاسير بالسجن بتحمل ان انا اتاخر ابعث له فلوس؟ ما هم باكلوش من اكل السجن، بتحمل الاسير. المتقاعد ليش بتاكل حقه وجاي حقه لحاله على جنب بدون موازنتك؟ الاسير ليش ما بتعطيهوش قبل كل الموظفين؟ مين بزعل؟ إيه يعني؟ واللي بروح حرام الله فعلا ليش بتعملش حسابه زياده عن نصف الراتب انه ياخذ مواصلات؟ ما هو هذا بكلفه 50 شيكل كل يوم. لماذا لم تضعوا ذلك امام الحكومه؟ كل انت بنوضع ذلك واللي اكثر من ذلك، بس مثل ما قلت لك الحكومه التي تدفعنا الى الاضراب صدقوني انها ما يعني مش قاعده بتتحمل مسؤولياتها، لانه اصلا هذا الاضراب يجب يعني ان يكون حوارات وتكون اخذت وقت طويل، واحنا يعني الكل يقنع الثاني بالوضع اللي احنا بنعيشه اللي ما بيكون فيه شفافيه وفي مصارحه وفي معرفه لكل شيء وين بروح وين بيجي، ان كان الكل بتحمل الهم مع بعض البعض. انا لما بعرف اني بدي من الاستاذ عبد الكريم 10 شيكل واني مش في جيبته، طب كيف بدي اطالبه فيهن؟ نعم بدي اعذره، بدي احط ايدي في ايده وظل صديقي، ما صار حكين مش، لكن اذا بعرف انه معك 100 شيكل وبدك تديننا 10 شيكل بزعل منك. وبدي ارجع اقول كمان مع قضيه الاقراض اللي هي من المؤسسات، انا يعني بقدم الشكر والتقدير مع المؤسسات اللي شعرت مع الموظفين، لكن اقول ايضا واعود لسنا لا يعني عندنا راتب لا يكفينا، لا يكفينا، ونحن حافظنا على كرامتنا من خلاله. نعم يكفينا ذلك، ولا نريد أن نستجدي من أحد، انطونا راتبنا وما بدنا حدا يديننا. نعم. وما بدنا جمال من حدا. أستاذ جمال، الأسبوع القادم وباختصار ماذا تفعلون أو ماذا سوف تفعلون؟ الأسبوع القادم الأحد والاثنين يجب يعني أنا بقول إذا يعني مشان ننقذ الفصل الدراسي وما نرحلش العطلة للفصل الثاني، عفوا نقدم العطلة ونرحل الامتحانات للفصل الثاني، اتفقنا مع وزارة التربية تكون الامتحانات يوم الأربعاء، إذا الأحد والاثنين هن اليضارات اليومين والثلاث عطلة، بدنا يكون في تجهيز في المدارس للأسئلة ولطباعة الأسئلة وتجهيز الطلاب وإعطائهم جداول وبرامج، وإن بداية الفصل الدراسي الثاني لناظره قريب قريب جدا. نعم. مش مشان بس الراتب اللي هو الاستحقاق، مشان كمان مطالباتنا وطلباتنا اللي اتفقنا فيها انها تنحل مع بداية الفصل الثاني مع الحكومة. نعم. وباختصار ايضا استاذ جمال، رأيك في الحكومة واداء الحكومة عام 2012 الذي اشرف على الانتهاء وسوف ندخل في عام 2013 وبصراحة تامة ومواجهة مع الجمهور؟ كل الاشياء اللي حملتها للحكومة وبعدك بدك تسمع رأيي. نعم. أنا رأيك أنا ورأي الموظفين أنا واتحاد المعلمين. أنا شخصيا كمسؤول لاتحاد المعلمين، نعم، أنا وزملائي بمثلهم، إنه لو لم يكن حكومة بدنا نتحمل إحنا وقيادتنا ورئيسنا كل الضغوطات السياسية والاقتصادية واللي قاعد العالم كله بتآمر علينا فيها، لكن بوجود الحكومة لا مبرر لها، وكلامي واضح والكل يفهمه. وعادة النظر فيها طبعا طبعا. نعم. ليش يعني انا بدي اسالك سؤال، في كل دول العالم اي خلل بيحصل مش من الوزير، من احد المواطنين بيستقيل الوزير من اجله. نعم. وكفى ذلك. نعم نعم. يعني استاذ جمال انا شاكر جدا لك في هذا اليوم وسعة الصدر والتحدث بصراحه، ولكن نحن نريد ان نصل في نهايه المطاف، ان لا يكون هناك كل نهايه شهر ارق كامل وعام يطم الشعب الفلسطيني والموظف الفلسطيني. ودعني أختتم، إلى متى يكون الموظف الفلسطيني هو بمثابة شحاد؟ آسف على التعبير. أشكرك جزيلا وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل اللقاء بكم في برامج قادمة إن شاء الله، وأن تكون هذه المشكلة قد حلت مع نهاية هذا العام إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.